السلام عليكم، اسمي ورد هدية، شامبيون تونيزي كيك بوكسينغ، مختص في رياضة الكيك بوكسينغ، شامبيون تونيزي دابري 2007 حتى 2019، آخر شامبيون بعد ما اعتزل، عندي تروا تيتر دافريك، 2011 مدغاسكار، 2014 في الكاميرون، و 2018 أونكور في الكاميرون، عندي دو فوا تروازيام مونديال كوب دو موند، روسيا 2015 وتركيا 2018. شامبيون دراب 4 فوا متحصل على الأستاذية في التدريب الرياضي اختصاص كيك بوكسينج الدرجة الثالثة حليت المشروع بتاعي هذا بتاع سال سبور اختصاص كيك بوكسينج مع عديد من الأنشطة الأخرى المتمثلة في عديد الرياضات منها اسباس تاع المسكولاسيون اسباس كروسفيت اسباس سبور انديفيديال مولتني الجمعية تاع انيسياتيف مدنين مشكورين ووقفوا معايا وعملوا معايا دي جيست باهيين ومشكورين إلى حد الآن في معاملاتهم وفي في الاتصال بالمعنى بالحرفية بتاعهم.